مساء الخير مشاهدينا، نعود للسعودية ومزيد من الصور نشاهدها للتساقطات المطرية للتقلبات المناخية التي عاشتها مناطق مختلفة من السعودية. بدأنا نشاهد مجموعة جديدة أخرى للصور للتقلبات المناخية التي عاشتها السعودية في الساعات وكذلك الأيام الماضية. عموما بداية نبدأ بالقول بأن هناك توقعات لانحسار الحالة المناخية الأخيرة التي كانت لها تتعرض لها السعودية في الأيام الماضية. ابتداء من الساعات القليلة المقبلة المفروض أن تبدأ هذه الحالة المناخية بالانحسار، وتحديدا على المنطقة الشمالية الغربية، وكانت تبوك الأكثر تأثرا أستطيع القول بهذه التقلبات المناخية. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا أود الإشارة إليها، دائما مطلوب مشاهدينا أخذ كل الحيطة والحذر بالتعامل مع التقلبات المناخية تحديدا بخصوص الأطفال، عدم تركهم لوحدهم، عدم الاقتراب من مجاري السيول وبطون الأودية في مثل حدوث هذه التقلبات المناخية. وأيضا نقطة أخرى مهمة للغاية، موضوع السيارات واقتراب السيارات من، كما نشاهد في بعض الصور هنا، اقتراب السيارات من التجمعات المائية يعرض حياة الكثيرين للخطر. لابد من أخذ هذه الأمور بجدية وتعامل معها أيضا بقدر من المسؤولية، لأن هذه التقلبات المناخية مقبلين على مجموعة جديدة منها لا شك في الفترات المقبلة، مقبلين على فصل الشتاء ستحدث بكثرة، ولابد من التعامل معها بكل جدية وبكل مسؤولية. ونقطة الابتعاد بالسيارات تحديدا، عدم الدخول بالتجمعات المائية وترك مسافات كافية عندما يكون في تساقط للأمطار وتشكل سيول سيساعد بشكل كبير على تجنب مثل هذه الأمور. فقد انتهت مشاهدينا، ودائما في أمن الله وأمانه.